وما زلنا مع منتدى ديفيس الاقتصادي العالمي العام الحالي. ينضم لي في الاستوديو زميل شيرين من قسم تحليلات بي سي جي تي ان العربية. مرحبا بك شيرين. مرحبا، ما هو مرحبا. تعليقك حتى الآن؟ هو اليوم الأول انقضى وما زال اليوم اليوم الثاني الثاني نعم يجري الأعمال نعم ربما نعم بتوقيت سويسرا، فما تعليقك حتى الآن على أهم الموضوعات؟ نعم المنتدى دافوس للعام الحالي يوافق ثلوج كثيفة، ولكن ذلك لم يغير الجو الحار في المنتدى، لأن الاقتصاد العالمي بعد نحو 10 سنوات من الركود أو من فترة أزمة المالية الدولية استقبل في نهاية المطاف لحظة انتعاش واسع النطاق أو انتعاش العام. فمنتدى دافوس يناقش الاقتصاد العالمي، لذلك هذا خبر سار بالنسبة لضيف وضيوف على حد سواء. إذا قلنا إن منتدى دافوس في العام الماضي كان يهدف إلى معارضة حماية تجارية وإبداء القلق من تيار معاكس للعولمة للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، فمن الواضح أن جو المنتدى في العام الحالي أخف بكثير. في العام الماضي حضر رئيس الصين شي جين بينغ المنتدى وألقى كلمة رئيسية عرض فيها الحماية التجارية، والعام الحالي سوف يستقبل منتدى دافوس ترامب هذا الضيف الكبير. في الحقيقة أن رئيس ترامب لا يهتم بمنتدى دافوس، وأيضا من خلال تجاربه الدبلوماسية في العام الماضي لم يترك أي فرصة ليشكو من المعاملة الغير عادلة يعني حيال للمجتمع الدولي على الولايات المتحدة، يعني هذه معاملة غير عادلة نحن من تعانيها الولايات نعامل المتحدة. الولايات المتحدة بغير عدل، نعم هو المشكلة يعتقد فينا نحن، بالعكس. نعم. فأول رئيس أمريكي الذي حضر منتدى دافوس هو بيل كلينتون في عام 2000، وهذا العام يحضر رئيس أمريكي فيه لمنتدى دافوس بعد 18 سنة. لذلك يعتقد نائب وزير خارجية الأمريكي السابق ريتشارد كوبر أن حضور ترامب لمنتدى دافوس هذا العام قد يكون نتيجة لحضور رئيس الصين شي جين بينغ في العام الماضي، أو لإبداء نتائج إظهار نتائجه السياسية في العام الماضي، أو إظهار سحريته كرئيس تاجر، أو مواصلة إبداء شكاوى أمريكية للعالم. مهما كان الأمر، هو يعني كان يتهكم بعض الشيء على موقف ترامب. حضر ترامب فهو ضيف، لذلك إصغاء إلى موقفه ومجادلة رأيه مفيد على أي حال. نعم، يعني هذا بالنسبة لحضور ترامب، ولكن في الحقيقة منتدى ديفيس في العام الحالي يتبنى موضوعه الرئيسي، يتبنى مفهوم الرئيس الصيني هو الذي أدخله العام الماضي على المنتدى، وهو مفهوم مجتمع المصير المشترك. وهذا المفهوم هو يعني مفهوم يعني يبدو أنه مفهوم العصر الحالي ومجاري جدا للعصر، فكيف تمت المناقشات حتى الآن بشأن ذلك؟ موضوع المنتدى هذا العام هو بناء مجتمع مصير مشترك في العالم المنقسم. هذا تعبير مهم ودقيق للغاية للعالم. الأكبر انقسام يقع الآن في العالم الغربي، وبالتحديد هو شعار ترامب أمريكا أولا، يعمق الخلاف بين اقتصادات غربية مثل أوروبا واليابان وكندا وبين الولايات المتحدة. على سبيل المثال، تجمدت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وأوروبا والمعروفة بتي تي أي بي، وتركت الولايات المتحدة اتفاقية علاقة شراكة في آسيا والباسيفيك والمعروفة بتي تي بي، حتى تريد الولايات المتحدة إعادة النظر وإعادة الصياغة لاتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية والمعروفة بنافتا. يعني آلية التجارة العالمية التقليدية التي تقودها الولايات المتحدة وتدعمها الدول الغربية تقع الآن في مأزق بسبب الولايات المتحدة. كذلك الحماية التجارية تلقي بظلال على العولمة، وبالتالي قد ينقطع زخم انتعاش الاقتصاد العالمي بهذا السبب. ومن ناحية أخرى، إن الانقسام يقع بين الولايات المتحدة والصين، هذين أكبر اقتصادين في العالم، أو توجد بوادر لتوسيع الخلاف التجاري بينهما. فقبل أيام اعتقدت الولايات المتحدة أنها أخطأت في دعم انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، لذلك فرضت الآن العقوبات الضريبية على
المنتجات الضوئية الصينية وغسالات الكبيرة صينيات الصنع. قد يكون هذا يعني بداية فقط، مجرد بداية لإجراءات العقابية لرئيس ترامب ضد الصين. ففي ظل السياسة الأنانية لأمريكا أولا لرئيس ترامب، أصبحت الصين أكبر محرك للتنمية الاقتصادية العالمية. فنسبة إسهام الصين لتنمية الاقتصاد العالمية تجاوزت 30%. ولذلك إن الحرب التجارية الأمريكية ضد الصين لا تدر فحسب بالعلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، كذلك تخفض توقعات الناس لتنمية الاقتصاد العالمي أيضا. لذلك العالم المنقسم يبرز من ناحية أخرى أهمية بناء مجتمع ذي مصير مشتركة للبشرية. نعم، أشكرك الزميل شليم من قسم التحليلات بـCGCN.